كلنا كادويات. عباس حنان، كيف مفروض شو ممكن اول شيء مثلا؟ عباس إيهاب. عباس سهيلة. الحمد لله جالي واحد عباس دي لها ميما العبدلي حبيبي ميما مرسي ميما دي لها نفسه شوك انت ازاي حلو كده عايزه ايه بيسو مرسي بيسو بيسو واو حلو كتير مرسي مها من قطر روي عبد الله رفوري. Thank you guys. I love you. Thank you so much. Thank you لأحلى كلوي صعيبة and كارين شجان. I love you too, guys. الله. دوم السعودية. I love you. سهيلة فين؟ سهيلة بتلاقي. لحظة. في حدا طلع لي كادو مثل بيسو. Thank you guys. شو؟ هي أنا وحنان تعال شوف شو هذا إهداء من هناء كويت. نونا هاي الصورة اللي نزلت لك إياها. مرسي يا ملاذ. مرسي يا ملاذ. I love you ملاذ. سعودية تنك يا أهلا أهلا سعودية يا عالم. مصر ومن فرنسا حبيب قلبي. بتاعت حنان. حنان بتاعك يا حبيبي. حبيبي. تنك يا أهلا أهلا سعودية. علي وين؟ ايه يا حبيبي شو حلو مش لا هايدي ايه لا 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 احنا من السعوديه ايه ها جايه هلا اشوف حنان ثانك يو انا رحمه من السعوديه ثانك يو لكل الفانز من السعوديه وكل الخليج علوش علوش وين علي علي وين Welcome شانتي حياتي بحبكم كتير من فانزك السعودي واللبناني الوفي بس الشيطان ما يشغل فانزك كيف اللي على صورته دي جوني موبا نوتي لوني زالة العقيدة زوتي لميس بحبكم كتير لا يكون لها معنى بعدها فإن انتهت أيامنا في السرعة قدري فتذكري أنا التي أحبتني بجنون فالدنيا هو أنا وأشكرك وأشكر إدارة البرنامج على النجمة دي انطلقت من برنامج كتير ضخم سارة أكاديمي وإحنا نحبوه خط مخطوع كده خط مخطوع طالما كنت روكا بيكلم خط مخطوع
هاتي اقراها انا دينا يعني البنت اللي حاطه الصوره يا رب كمونه حبيبي. كمونه من ليبيا اي لاف يو كمونه بجد بحبك قوي انا من قطر شوفي احنا وين لا ياخذ طريقه مع شو حياتي؟ نلبسهم ايه؟ بكرة 62 مرة رفايال كل حق طلع هيدا ايدي بايدك مش مثل بعض شو مكتوب على كمان؟ المضاديش مثل ما نقول له نحن بالجزائري للزوم للزوم لما تقول الواحد للزوم الجزائري يعني جدع اوكي احلى تحيه على الجزائر كلها سيتو بلي بورتو تي شيرت فروم مريم بشرى امل جروب محمد عباس الجزائريين فانز مريم جيبهم على مريم بشرى امل شوشة وشوشو ميرسي 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 على احلى كلام ومرسي للتيشيرت اللي بعتوه لانيس وانت عارفين هذا انا وانت الله ابن الجزائر الله تحية لشكون شكون بعتهم شكون بعتهم هذا هي اللي قلت لك عليها انا وانت بس ورا شوف صورة هايلة لا لا مرسي شكون تعرف شكون اللي جا شكون اسمهم هذوما اللي بعتوا لنا شكرا اللي بعتوا لنا التيشيرت يا ناس ثانك يو سو ماتش سلطنة العرب Anis, tu as vu? Oui, j'ai vu. Thank you, la fille. Thank you, la dodo, Rahma, Layal, وكل شخص وكل فانز بالسعودية وبالخليج. Thank you على العلم على راسي و I love you, I love you, I love you. ميرسي كتير على دعمكم وتصويتكم إلي بكل لحظة. Thank you لكل الجمهور اللي صوت لي من كل العالم العربي وكل العالم. وthank you لرحمة من السعودية I love you I love you I love you thank you لكل فانز بإلتا لكل فانز بالعالم وانطروا مني أشياء كتيرة أقدمها وبحبكم كتير 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 سلطانة حنان thank you خضراوي please كاميرا thank you لكل جيش المباكيش وجيش خضراوي وحنان وخضر ميرسي إيه وأنا أخذت اللقب thank you مبروك لحنان وبحبكم كتير 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 ميرسي لكل لحظة دعمتونا فيها دعمتي وحنان وآي لاف يو حنونة وآي لاف يو مباكيش آي لاف يو كل شخص بيحبنا سوا وبده الخير لإلنا نحن بنحبه كتير كتير واللي ما بيحبنا نحن خليه يحبنا قريبا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أوكي. حنان طالعة وبتكسر الأرض أحلى استقبال لحنان بالمغرب وبدي تولعوا للأرض Cheers, thank you. I respect you both. I love your advices to each other. I love you, your caring towards each other. Stay strong together. Too many people loves my would get close as you both. We are so proud of you both. Ignore the haters because they are there to let you shine. I always write this as a comment on your both Insta. Thank you, Habibi. Thank you. By the way, my Insta is Lebanese. It's Sama Lebanese. Sama Lebanese from Australia. Thank you so much. Thank you so much, darling. حبينا شخصيتك الإيجابية حبينا تواضعك وبساطتك وعفويتك رافي أنت وصلت لقلوب ملايين من البشر وهذا يغنيك عن اللقب بالنسبة لنا أنت ستار من أول أسبوع رضينا عنك وعن كل اللي قدمته فخورين فيك وتحية كبيرة لكل أهل السعودية وفانز من السعودية ومن الخليج وكل عالم العربي Thank you I love you I love you I love you بشكركم على كل نقطة دعم دعمتوني إياها وبشكر علي على كل نقطة دعم وقفة حدة وكان من الأشخاص الإيجابية اللي ساعدني كتير بالأكاديمية مش إذا من ناحية العملية بس إيجابية ونفسيا بشكره على كل تقدم كل شيء عطيني إياه وإن شاء الله بتقدم بتشوفونا بفيلم سوا
الخبرية على راسي كثير. رفيقي اشتقنا لك كثير. أول شيء فخورين بكل إنجاز عملته وأنت تستحق اللقب بعيون جماهيرك. وآخر برايم كان برايم بامتياز. كنت أنت الضيف سنة حلوة يا جميل تهتف باسمك سنة حلوة يا ولا سنة حلوة يا جميل عقبال المليون إن شاء الله يا كمونة. أعجبت الجميع بالتابلو رائع كان آخر تابلو أجمل تابلو أبدعت فيه إبداع. حبيناك يا رافائيل حبينا أداء تفاصيل وجماهير جماهيرتك تكبر كل يوم وأقوى دليل لجماهيرتك يتهز اللي صار صاروا لك منتظرين كل شيء رح تسويه ورح ندعمك شو ما صار ونضل معك للآخر لأن علاقتنا معك يا رافائيل رائد بستار أكاديمي ورح تخلص بعد شيء 40 50 سنة 50 60 80 سنة. شفت كيف أثرت فينا صرنا تحية طيبة فنانة سهيلة بنت العرب صرنا نكتبس كلمات كلامك وكل شيء كنت تقوله وتسويه بالأكاديمية علق بذهنا ذهن المشاهد سواء كان فان لك أو لا. أنت روح الأكاديمية لموسم 11 ما أظن جاء أحدث مثل هاد مثلك طول كل هال 11 الموسم أنت حالة خاصة وحالة ما أظن جا استمر معنا ونحن مستمرين معك أهم شيء لا أنا وده التواصل متواصل معك.